مزيدا انضم الي عبر سكايب الدكتور علي بكير استاذ العلاقات الدوليه، مرحبا بك. في ظل هذه المطالب الرسميه بتدويل قضيه جوليو ريجيني وبالا تكون القضيه ايطاليه فقط، كيف سيدير النظام المصري العلاقات الدوليه الان مع الاتحاد الاوروبي؟ مساء الخير لك استاذ المشاهدين. طبعا لا اعرف كيف يفكر النظام المصري، لكن اعتقد انه الان تحت ضغط شديد، وهذا الضغط سيزداد تدريجيا في محاوله ل طبعا دفع النظام المصري للتعاون مع مطالب الادعاء الايطالي. كما تعلمون خلال الفترة الماضية أنهت إيطاليا التحقيقات الخاصة بها فيما يتعلق باغتيال أو قتل مواطنيها على الأراضي المصرية من قبل سلطات الأمن المصري، وقد توصل الادعاء إلى توجيه التهم لأربع مسؤولين في جهاز الأمن وأيضا مسؤول رفيع المستوى في جهاز المخابرات، بدأ أنهم متورطين في هذه العملية. وقد رفض النظام المصري التعاون مع السلطات الإيطالية في هذا الموضوع، بالتالي السلطات الإيطالية الآن تحاول أن تضغط على النظام من خلال توسيع دائرة الجهود والتعاون في المنصة الأولى وهي منصة الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن الآن وضع الدول الأوروبية التي ربما كان لها مصلحة في الدفاع عن النظام المصري وآخرهم كما تعلمون فرنسا التي استقبل رئيسها السيسي في لقاء طبعا حظي باستنكار واسع خاصة لدى منظمات حقوق الإنسان نظرا للوضع المزري داخل مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسجون والمعتقلين. والآن هناك فرصة لإيطاليا لمحاولة توحيد الموقف الأوروبي على قرار يتجه لفرض عقوبات على النظام المصري لإجباره على التعاون في هذه القضية، وأيضا إجباره على اعتماد معايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان إذا ما أراد في حين أن وسائل الإعلام تنتظر نتائج هذا القرار الأوروبي الذي يفترض أو يعتقد أنه سينتج عنه عقوبات على النظام المصري. هناك في مصر ترسم الآن معادلة جديدة، مثلا منها ما تطلبه السلطات المصرية أو الانتربول المصري من الحكومة الإيطالية بتسليم دبلوماسيين إيطاليين سابقين، منهم القنصل السابق الإيطالي، بتهمة سرقة وتهريب الآثار المصرية، هذه في مقابل طلب الجانب الإيطالي بتسليم 5 من الضباط المتهمين بقتل جوليو ريجيني، كيف ستحل هذه المعادلة؟ طبعا هذا يعني من باب النكاية على ما يبدو، لأن هذه الاتهامات يعني سخيفة للغاية من قبل النظام المصري، وإذا كانت موجودة لماذا خرجت فجأة إلى العلن الآن؟ أيضا يعني هناك محاولة لربط المطالب المحقة للجانب الإيطالي بادعاءات من قبل النظام المصري تتعلق بفبركات، كان قد حاول أيضا يعني نسج بعضها حول مقتل جولياني قبل أن تتبين الحقيقة في هذا السياق ويتبين تورط أجهزة الأمن المصرية في قتل هذا الشاب. أعتقد الآن أن إذا ما تم الاتفاق على عقوبات موحدة من قبل الاتحاد الأوروبي تحت الضغط الإيطالي، فإن فرصة النظام المصري للمناورة أو التلاعب في هذا الموضوع ستكون ضعيفة للغاية باعتقادي. لكن المشكلة الأساسية هي في محاولة يعني إقناع الدول الأوروبية التي قد تسعى لتمييع أي نوع من العقوبات التي من المفترض أن توجه إلى النظام المصري، وهذه المهمة طبعا ستكون كبيرة جدا بالنسبة إلى الجانب الإيطالي، سيما مع مواقف دول مثل فرنسا واليونان وقبرص وبعض الدول الأوروبية التي تتغاضى عن موضوع حقوق الإنسان فيما يتعلق بواقع مصر المزري في هذا السياق لأجل مصالح إما سياسية وإما اقتصادية. طيب في خضم زيادة هذه المصالح، ورأينا ما حدث في فرنسا مع الرئيس المصري حتى أنه تسلم أكبر وسام يسلم في فرنسا جوكة الشرف، هل ستتعاون دول الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا في مطالبها المشروع؟ طبعا هو كما تعلمون أنت تكريم السيسي في هذا اللقاء تم خلسة ومن دون تواجد أي من الصحافة أو الإعلام أو المسؤولين البارزين، وهذا في حد ذاته مؤشر على أن ما فعله الجانب الفرنسي هو أمر غير أخلاقي و غير قانوني. وأيضا عندما تم الكشف عن هذا الأمر يعني كانت هناك ردود فعل قاسية ضد الحكومة الفرنسية التي طبعا تدعي أنها تمثل أو تدافع عن
عن الحريات فيما تستضيف أعتى أنظمة المنطقة وتكرم يعني رئيسه في 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 الأراضي الفرنسية. أنا أعتقد الآن أن هناك ضغط شديد من قبل الجانب الإيطالي، هناك وقائع على الأرض، هناك قتل متعمد لأحد مواطني الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر قد ليس حكرا على إيطاليا، لكن هناك مصالح لباريس مثلا تتجاوز قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار لصفقات أسلحة ربما لا تشتريها دول أخرى من باريس غير النظام السيسي. هذا صحيح، لكن أصلا هذه تمويل هذه الصفقات لا يتم من قبل النظام المصري، وعلينا أن أيضا نأخذ بعين الاعتبار أن هناك معادلة جديدة الآن في المنطقة، الجميع يتوقع حصول تغييرات مع قدوم مع خسارة ترامب وقدوم بايدن، وإذا ما كان الخط الأمريكي الجديد خطا موازيا للسياسات الإيطالية التي تهدف إلى رفع الضغط على الجانب المصري، فأعتقد أن أيضا مساحة المناورة لدى الدول الأوروبية التي تحاول الدفاع عن النظام المصري لربما مصالح اقتصادية أو سياسية، أيضا مساحة المناورة لدى هذه الدول ستتقلص وتصغر، بالتالي هناك فرصة فعلية وحقيقية لإيطاليا للدفع بهذا الاتجاه. لكن أيضا كما قلت سابقا العقوبات يجب أن تحظى بإجماع من قبل جميع الدول، وإذا ما حاولت ربما يتم إيكال مهمة تعطيل هذه العقوبات إلى دولة صغيرة وغير ذات أهمية في الاتحاد الأوروبي كي يعفي ذلك الدول طبيعة الكبيرة. هذه العقوبات إن صدرت كيف تكون؟ أعتقد أن الأداة الأكثر أهمية الآن في يد الاتحاد الأوروبي هي الأداة الاقتصادية، هو الشريك التجاري الأول لمصر، وهو أيضا ربما الممول الأول للمبادرات التنموية الخارجية وأيضا للمساعدات التي تدرج تحت بند مساعدات المجتمع المدني، وبالتالي هناك أدوات اقتصادية مهمة في يد الاتحاد الأوروبي، فضلا عن طبعا طبيعة المواقف السياسية التي قد تتدرج من ربما مقاطعة هذا النظام سياسيا إلى حالات أكثر أهمية. لكن في اعتقادي أننا طبعا هذا الأمر خاضع للنقاش من قبل دول الاتحاد الأوروبي نفسها، أعتقد أن الخطوة الأولى هي محاولة دفعهم للإجماع على اتخاذ عقوبات، وبعدها يتم التركيز على نوع هذه العقوبات ومدى أهميتها أو تأثيرها على النظام المصري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي بكير أستاذ العلاقات الدولية، كنت مع برسكايب، شكرا جزيلا لك.